رسالتنا مقتدى الصدر والكاظم العيساوي. مقتدى الصدر بالعراق تصير رسالة وطنية من يقعد بالعراق، زين يروح لبنان تكون تغريداته منفتحة زين مدنية، يروح لإيران تصير تغريداته وتصريحاته شبه تكفيرية يعني. فإحنا نطالب الأخ كاظم العيساوي ينقل إقامة مقتدى الصدر من منطقة السلارية بطهران من جورة علي لاريجاني خلي يشيله يوديه لبنان زين، بلكتي للطفلة الجو حتى الفيشة تتغير زين، غير له الفيشة حتى شوية تخف هاي الحدة مال التغريدات التكفيرية. يا معود هذا إذا يبقى بإيران يعني مو بعيدة يصدر لنا فتوى مثل فتوى الخميني بالجهاد ضد العراقيين، زين ترى عبرت حدها، وصلت انه تكفر الناس المدنيين رغم انهم هم يعني يحبون اهل البيت زين، وهم شيعة ومسلمين زين، يعني احنا ما افتهمناك انت شو تريد. ذاك اليوم تحالفت ويا المدنيين والأحزاب المدنية العلمانية ودخلت قائمة السائرون، هسه اختلفتوا سياسيا وجاي تكفرون بالشعب العراقي على كيفك قداوي، على كيفك عيني عيني كاظم ما نوصيك، أمانة الله عليك زين، تاخذ اخوك مقتدى وتروحون تغيرون الفيشه هذه، فيشه التكفير هذه غيرونها فيشه متحرره بلبنان زين، بطلوا بعد تكفرون الشعب العراقي وخففوا هاي الحده. يلا باي، هاي رسائل مشاكسه ثوريه من النجف، سجلوها يمكم، احنا ما خايفين جايين نشوفونا ونطلع حياتنا طبيعيه، انتهى هذا البعبع مال الخوف بعد ما نخاف.